بالنسبة للكيك عندنا 115 جرام زبدة، 190 جرام دقيق، 2 باكت شاي إيرل جراي، عندنا 1 معلقة صغيرة بيكنج باودر، نص معلقة صغيرة ملح، 200 جرام سكر، 2 معلقة صغيرة بشر برتقان، 2 بيضة، 120 ملليلتر لبن، 45 جرام شوكولات تشيبس. بالنسبة للفروستينج عندنا 180 ملليلتر كريمة سائلة، 2 باكت شاي إيرل جراي، 30 جرام سكر بودرة، و115 جرام جبنة كريمية. أول حاجة هنعملها هنحضر شاي الإيرل جراي. هاخد اللبن اللي هو في الكيك مع الباكت الإيرل جراي، وهنحط اللبن على النار وهنعمل بيه شاي. هحط الباكت معاه، نخليه بس يغلي على النار، وبعدين هنرجعه تاني في البول بحيث يبتدي يبرد شوية لحد ما احتاج ان انا احط اللبن، ما يبقاش سخن قوي علشان ما يهبطش الكيك. فده اول حاجة بعملها علشان يلحق يهدى شوية قبل ما استعمله مع الكيك. اول ما يغلي هشيله واحطه في بول، وهعمل نفس الحكاية مع الفروستينج عشان برضو اللبن او الكريمة بتاعت الفروستينج عايزاها بطعم شاي الإيرل جراي، بس ما تبقاش سخن. زي ما احنا شايفين الشاي ابتدى ينزل اللون والطعم بتاعه، واللبن دلوقتي بيغلي، فهشيله واحطه في بول. طبعا هو هيفضل ينزل النكهة بتاعته، وانا عايزاه يعني يبقى النكهة بتاعته باينة، فهنسيبه مع الباكيت بتاع الشاي زي ما هو كده عشان ينزل النكهة بتاعته على قد ما نقدر. دلوقتي هحط الكريمة، هعمل نفس الحكاية مع الكريمة، هحط الباكيتين اللي عندنا، وأول كريمة ما تغلي هرجعها في البول، ويبقى كده احنا جاهزين علشان كل حاجة تبقى على الأقل دافية، بس ما تبقاش سخنة، يعني مش لازم توصل لدرجة حرارة الغرفة بس تبقى دافية، لأنه دايما بيسألونا في وإحنا بنتعلم الطبيخ، كان في سؤال دايما بيضحكوا بيه علينا، يقولوا لنا إمتى اللبن بيفور، فكلنا طبعا بنقعد نقول درجات حرارة، لكن الجواب الصح اللبن بيفور أول ما ندور وشنا عن البوتاجاز. فأنا مش عايزة أسيبه وأروح أعمل الكيك علشان الكريمة ما تفورش. أوكي، الكريمة خلاص بتغلي، هحطها في البول وأسيبها مع باكيتات الشاي. نبتدي بقى نعمل الكيك. عندنا الزبدة، السكر، وهنحط بشر ليمون من دلوقتي، بشر برتقان من دلوقتي، علشان طول ما هو بيتضرب بيطلع الزيوت بتاعته ويدي نكهة وطعم مركز أكتر. نبتدي نضرب دول مع بعض، وبعدين هحط البيض واحدة واحدة. ننزل الزبدة اللي مسكت في الجناب علشان اتاكد كل حاجه اختلطت مع بعض كويس، وارجع اضربهم تاني، وبعدين ابتدي اضيف بقيه المقادير. هحط الملح والبيكنج باودر مع الدقيق، وأضيفهم لخليط الزبدة والسكر والبيض. ودلوقتي هشيل الباكت من الشاي، زي ما احنا شايفين لونه أغمق والطعم نزل فيه، بصفي طبعا الباكت كويس علشان ما يبقاش شارب كمية من كمية اللبن اللي احنا محتاجينها.
هخلطهم مع بعض بسرعة، وآخر حاجة هحطها هي الشوكليت شيبس. أوكي، كده خليط الكيك جاهز، هنحطه في صينية بالشكل اللي احنا بنحبه. اوكي، وهنزلها في الصينية. نوزعها طبعا بالتساوي على كل النواحي. هحط السكر البودرة، الجبنة الكريمية، وهحط من كمية الكريمة دي زي ما احنا شايفين انا بضغط عليه بيرجع ينزل تاني، فانا عايزة الكريمة تاخد لون زي كده ما اللبن اخد. اوكي كده كويس. الكريمة هحط منها الكمية اللي هحتاجها مش الكمية كلها، هضرب دول الاول بالويسك وبعد كده احط كمية اللبن اللي هحتاجها أو الكريمة اللي هحتاجها. أوكي، أحط شوية من الكريمة وأضربها وأشوف. أوكي، ملمس بتاعها كده كويس. وده بيكون شكل الكيك بعد ما بتطلع من الفرن، ونبتدي نحط عليها الايسنج. وهنسيبه ينزل من الجناب عليها.